اتفضل يا احمد، نروح لاخبار النادي الاهلي. نروح لاخبار النادي الاهلي، ويمكن احنا اتكلمنا في تغطيه حلوه جدا لكلمات الكابتن محمود الخطيب والاحتفاليه. خلينا نقول الاهلي 24 ساعه راحه، على طول هيبدا الاستعدادات يوم الاحد لمباراه كاس مصر دور قبل النهائي امام الاتحاد السكندري. موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ يعني في حديث ودي كده على هامش الاحتفاليه، طلبوا اللعيبه قالوا لهم 24 ساعه اوف، لكن من بكره خلاص هنبدا الاحتفالات وهنركز في البطوله كاس مصر، لان عندنا بطوله مهمه جدا 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 بنسعى للفوز ليها. من الامور الجيده وليد سليمان الحمد لله المدحه الخاصه بيه جاءت سلبيه، يمكن وليد سليمان عمل مدحه منذ ساعات نتيجتها جاءت سلبيه وهيخضع لمدحه كمان جديده يعني يمكن الساعات القادمه، علشان ان شاء الله لو جاءت سلبيه هينضم لتدريبات النادي الاهلي استعدادا لكاس مصر. وليد سليمان الحمد لله الامور جيده جدا. خلينا برضو نطمن ديانج خلال ساعات هيعمل مدحه جديده، كل ده علشان يتحدد موقف اللعيبه اللي هيكونوا يقدروا يشاركوا في لقاء كأس مصر أمام الاتحاد السكندري. يعني شركة إمبرو الإنجليزية المسؤولة عن تيشيرت النادي الأهلي هتطلق التيشيرت الجديد للموسم القادم، وهتبقى عاملة تيشيرت مفاجأة لمؤمن زكريا وخاص لكل جماهير النادي الأهلي بمناسبة طبعا بطولة الدوري 42 مؤمن زكريا وبطولة يعني رابطة الأبطال الأفريقية التاسعة، أعتقد حاجة مميزة جدا جدا جدا. سريعا برضه يا استاذ عبد الناصر خلينا نلقي كده على صحافه العالم، النهارده كل صحف العالم بتحتفل بالفوز بتتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه. يعني صحيفه كيك اوف جنوب افريقيا قالت موسيماني كالعاده بطل دوري ابطال افريقيا ويصبح المدير الفني الاجنبي الثاني في النادي الاهلي اللي يتوج بالبطوله الافريقيه بعد جوزيه، واشادت بالنادي الاهلي ولداء اللي عمله. صحيفه ريكورد البرتغاليه قالت انجاز جديد يضاف لتاريخ النادي الاهلي الطويل، انجاز غير مسبوق والتتويج بالبطوله الافريقيه التاسعه. سي ان ان النهارده كتبت ايضا الاهلي يحقق التاسعه التي بحلم بها جماهيره. صحيفه ليكيب الفرنسيه قالت الاهلي الاعظم في افريقيا بعد الفوز القاري على غريمه التقليدي نادي الزمالك. ايضا الصحف العربيه كلها تحدثت عن تتويج النادي الاهلي وعن هدف افشه، كل العالم تحدث عن هدف افشه وتتويج. صحيفه اس الاسبانيه قالت يعني افشه في الدقيقه 86 انا حلم الزملكاويه. برضو كل صحف العالم، صحيفه كيك اوف انا قلت، صحيفه الراي الكويتيه، صحف المغرب، كل الصحف العربيه والاجنبيه والعالميه تحدثوا عن انجاز النادي الاهلي، لانه انجاز بجد التتويج بالبطوله الافريقيه التاسعه هو انجاز في ظل هذه الظروف الصعبه، في ظل القايمه الضيقه القايمه الافريقيه صعب عبد الناصر واصابات كورونا. يعني امبارح بنقول هو موسيماني لو هينزل حد هينزل مين؟ ما فيش حد على دكه البدلاء، القايمه محدوده ولاعيبه كتيره يعني سابوا النادي يعني بحثا عن المال بحثا عن الطموح، ربنا يبارك لهم ويوفقهم، لكن في النهايه النادي الاهلي في الظروف صعبه اصبح قدامه امور مهمه ولكن مكمل الحلم وتحقق الحلم هو التتويج بالبطوله الافريقيه التاسعة. الاهلي على طول مكافآت الفوز بالبطولة الافريقية هيتم صرفها خلال الساعات القادمة، النادي الاهلي على طول موضوع الالتزامات المادية ما بيحبش يتأخر فيها، وحتى اللعيبة المقيدين في القائمة الافريقية في النادي الاهلي والذين رحلوا هيكون طبعا ليهم نصيب بنسب مشاركتهم في التتويج بالبطولة الافريقية. شكرا جزيلا يا استاذ احمد على هذه الفقرة، شكرا. شكرا جزيلا وبحييك وبحيي الناس المحترمة اللي بتتابعك واللي بتحرص انها تتابعنا بشكل يومي، حاجه محترمه جدا، يا رب بس نكون عند حسن ظنهم. يعني احنا تعمدنا ان تشاركنا في الجزء الاول كاملا بكل ما له وما عليه احتفالا بالنادي الاهلي وكواليس ما بعد التتويج بالتاسعه السمراء الافريقيه. شكرا ابو حميد. شكرا جزيلا.